شاهدتم في الحلقة الماضية الصراع الذي قام بين نوازع بروت طيبة ونوازعه الشريرة، والتي انقلبت في النهاية من نوازع أنانية إلى نوازع خيرة تعترف بفضل الآخرين وترفض الكذب والرياء. ودخل بعدها برو النزال الحقيقي ضد جوشو البطل المتميز، وأخرز عليه انتصاراً هو الأكثر تميزاً حتى الآن. انتهى وقت النزال والفائز هو اللاعب برو. برو بطل البيدة، برو بطل البيدة. والآن ستبدأ حلقة اليوم. اليوم معنا، أرجو أن تمضوا معنا وقتاً ممتعاً. المقاتل الخامس. سأخبركم الآن عن سر الإضاءة المستمرة التي تمر بها المدينة المضيئة. السر يكمن في العنفات الضخمة التي تمر فيها مياه النهر الغزيرة مولدة الطاقة الكهربائية. هذه هي مدينتي كما أحبها، مضاءة دائما. هذا الرجل يدعى كاتار، وهو حاكم المدينة المضيئة، وهو من أحضر العمال لبناء العنفات الضخمة. الظلام! الظلام! أنقذوني! 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 كدت أموت من الخوف. الكهرباء خطيرة جداً، وعليكم أن تنتبهوا على وضع الأسلاك في مكانها الصحيح. لن ننسى أبداً. المحافظة على هذه العنفات هو الشغل الشاغل للحاكم كاتار. لقد أمضيت سنين طويلة أعتني بهذه العنفات، وأنا خائف ألا أجد من يعتني بها بعد مماتي. فابنتي الصغيرة كارات لن تقوى على القيام بذلك وحدها. أبي! اشتقت إليك كثيرا، كيف حالك؟ أنا بخير يا ابنتي، ولكن أخبريني ما سر هذه الزيارة. هناك أمر مهم وأريد أن أحدثك به. إنه الظلام! الظلام! أنقذونا! أنقذونا! ما الذي يحدث لي؟ لمن همرت الدموع من عيني وأنا أضحك؟ كيف سأقوى على المشاركة في النزال غدا؟ أنا جائع. معك حق يا ياماتو، فنحن لم نتناول الطعام منذ يومين. أما أنا فقد خارت قواي ولم أعد أستطيع الصبر، فمعدتي تؤلمني جدا. ألا تخجل من نفسك عندما تقول إنك جائع؟ ستحتاج إلى سنين كي تستهلك الدهون المكدسة في جسدك من دون أن تشعر بالجوع. لا أسمح لك بأن تكلمني بهذه الطريقة أيها الولد. ولد ماذا؟ أعد أقوى على الصراخ في وجه معلمي. تلميذي المسكين. يا ماتو، إن بقي على هذه الحال فلن يتمكن من الفوز في النزال أبدا. هيا كف عن مضايقتي يا ياماتو، ألا تفهم كلامي؟ أنت من يلبس الثوب يا معلم؟ إنها عربة الأنسة كارات. جئت أدعوكم إلى قصر الأنسة كارات. حضرنا مأدبة عشاء من أجلكم، تفضلوا يا سادة. إنه طعام! هناك كثير من الأصناف! يا إلهي! لا يجوز أن نبدأ بتناول الطعام قبل أن نستأذن أصحابنا. عيب أن نبدأ بالطعام قبل الآخرين. وأنا أيضاً جائع جداً، سأنضم إليهما. برو، ألن تأكل؟ شكراً، كلي أنت. أنا جائع جداً ولكن لا رغبة لي في تناول الطعام. ها
لذيذ جدا. هنيان يا ياماتو. ها ترى من هذا؟ انا أسادو. أنت هنا؟ أنتم جميعا هنا. سلاي يا أستاذي العزيز. تين، يبدو أن التدرب على القتال جعلك تجوع كثيرا. أجل، أنت على حق. أنا سعيد جدا بلقائكم. جوشو، قتالك رائع جدا. أنت أيضا بارع يا برو، كنت تقاتل باحتراف وتميز، لقد فاجأتني بقتالك. أرجو لك التوفيق في النزالات المقبلة. أليست مصادفة غريبة أن نجتمع جميعا هنا؟ أنا من رتب هذا الاجتماع. سأعرفكم من أكون. أنا كاتار، حاكم المدينة المضيئة، وأنا من اخترع النزالات الخاصة. سأتابع الكلام. كل حلبة من الحلبات لها سر معين للفوز لا يستطيع اكتشافه إلا اللاعب القوي والذكي، ولكن ذلك لم يكن تسلية عادية في نظر كاتار، بل كان يرمي من وراء ذلك إلى البحث عن من يهتم بالعنفات بعد رحيله. اسمعوني جيدا، لقد خضتم بعض النزالات، ولكن لا تزال هنالك الحلبة الخاصة التي أريدكم أن تختبروا فيها بقوتكم ومهاراتكم شدة براعتي في تصميم الحلبات الخاصة. ولأنكم تهتمون بقتال البيدة، لا أجد شيئا يمنع دخولكم هذا النزال الخاص. لماذا تحدثنا بهذه الطريقة؟ أتظن أننا في إيران تجارب؟ نحن لاعبون محترفون. لن أسمح لتلميذي بدخول هذا النزال، فهذه إهانة لي أيضا. لكنها حلبة للأقوياء يا معلم. أجل يا معلم، هذا ما قاله الحاكم. إن رفضتم النزال فربما لن يسمح لكم بتناول الطعام. إنه نزال مهم. فكروا جيدا. والآن سأغادر لقضاء أمر مهم وأدعكم تتناولون هذا العشاء أيها السادة المحترمون. أنتم ضيوف الليلة، وأرجو أن تمضوا وقتا ممتعا في قصري الجميل. اعذرونا لمقاطعتنا لكم. أيها السادة، تفضلوا لتناول العشاء. أنسة كارات، صدقيني لم أكن أقصد أن أجرح مشاعرك. سامحيني، كنت أود أن أكسب ثقتك. أرجو لك السعادة. الطعام لذيذ جدا يا أصدقاء. أجل، فالأبطال أمثالنا يستحقون طعاما لذيذا. يجب أن تمضغا الطعام جيدا كي تستفيدا مما يحتويه من مواد مغذية. مرحبا، أنا. ما الأمر؟ أريد أن أطلب إليكم شيئا. هيا أطلب ما تشاء. رجاء لا تسيئوا فهمي، أود لو أرى أسلحة البيدة التي معكم. فأنا مقاتل قوي، ويهمني أن أكتشف أنواع الأسلحة ومزايا كل منها، وهذا أمر مهم جدا لأي لاعب بيدة. أنا لا أريد أن أزعجكم، ولكن أرجو منكم أن توافقوا على طلبي. هل توافقون؟ سلاحي هو الهجوم، أفضل وسيلة للدفاع. الأسد المدافع. انظر إلى سلاح الطلقة الأقوى، محارب البيدة. السلاح الذي لا يخطئ الهدف، إنه الدرع الحربي. سلاح الطاقة القتالية الكامنة، إنه تمساح المايا. إنها رائعة وتبدو قوية أيضا كسيف الكوبالت. لا شك في أنكم حققتم كثيرا من الانتصارات بفضلها. يبدو أنك تحب لعبة البيدة كثيرا، وأسلحة البيدة أيضا. أرجوكم أخبروني، أليس ها هنا لاعب بيدة غيرنا؟ لا أظن هذا، لكن الحاكم طلب أن يشارك واحد منا في النزال، وهذا يعني أن المنافس الثاني ليس من مجموعتنا. أنا لم أرى لاعبا جديدا. وأنا أيضا كذلك، ولكن يبدو أن كلام ياماتو صحيحا، وبالتأكيد لا شك أن هناك لاعبا ثانيا. إذا لابد أن يكون أنجيو. ترى لما لم يأتي؟ لا أدري، ولكن يقال إنه غامض. ويقال إنه قوي جدا. غامض وقوي جدا؟
هذا جيد، لقد صرت نظيفاً أيها الفارس. يجب أن تكون مستعداً، فغداً ينتظرنا قتال مهم جداً. أنجيو، لما لم يأتي لمقابلتنا يا ترى؟ أيها الأحمق، جاء دوري الآن لأطلعكم على سلاحي القوي أيها السادة. هيا متعوا أعينكم بمشاهدة الدب القطبي. سأهزمكم جميعاً به. أرأيت كيف انقلب إلى فتى قوي؟ أجل، أحسنت الاختيار يا كارات، فهذا هو الفتى الذي أبحث عنه. لن أقلق على العنفات بوجود فتى قوي مثله. أبي، أنا سعيدة جداً، فقد خفت ألا ينال إعجابك. سأستغل انشغال الجميع بالنزال غداً لأحضر برو إلى قصري وأقضي على شخصيته الضعيفة الغبية تلك، فلن يجد أصدقاؤه بجانبه للدفاع عنه. بيدمان. تين، أتظن أن أنجيو أشد قوة مني؟ لا تفكر في هذا الأمر الآن، اهتم بالقتال فقط. ها؟ ألم يكن برو برفقتنا؟ بلى، كان هنا قبل قليل. سأذهب للبحث عنه بنفسي. ولكن لا تتأخري يا ماتو، نحن نعتمد عليك في الفوز يا بطل. اطمئن يا معلم، فأنت تعلم من يكون ياماتو وما هي قوته. من هذا؟ أنت المدعو ياماتو إذن، لنرى إذا كنت قوياً كما يقال عنك. شكراً على هذا الإطراء أيها اللاعب أنجيو، فلنبدأ النزال. قدم أفضل ما لديك، وليكن الفوز للاعب الأكثر قوة ومهارة. لقد قاتلت كثيراً، ولكن لم يسبق لي أن التقيت فتى مثلك، فأنت اللاعب الوحيد الذي مد يده ليصافحني قبل بدء النزال. ألا تريد مصافحتي؟ أجل وبكل سرور. في أي اتجاه ذهب؟ إنها عربة كارات. أنقذيني يا كوتشان، أنقذيني أرجوك. أنت هنا؟ لما أنت مقيد؟ لا أدري يا كوتشان، لكن والد كارات هو من فعل ذلك. ابتعدي من هنا، هيا انطلق بسرعة. تحت أمرك سيدي. توقفوا، أرجوكم توقفوا. إنها الأوامر. ماذا سأفعل الآن؟ في هذا النزال ثلاث جولات ثنائية متتالية، مدة الجولة الواحدة 60 ثانية، ويجب على اللاعب يجب على اللاعب إغلاق فوهة الإطلاق في سلاح اللاعب المنافس قبل انتهاء الوقت. لماذا تقاطعينني دائما؟ ها؟ ستبدأ المباراة النهائية الآن، فإن كنتما مستعدين أطلقا. تشجع يا ياماتو، لا تسمح له بأن يهزمك يا عزيزي. اسمع، سر الفوز يكمن في قدرة اللاعب على التحكم في سلاحه وقوة كرته أيضا، ولا تنسى الانتباه، هل فهمتني؟ هيا. يجب علي أن أتبع تعليمات معلمي كي أفوز، سأنتبه جيداً. يا ماتو، ما الذي تفعله؟ أنا أنتبه. لماذا؟ أنت ماذا أفعل الآن؟ إنه الوقت المناسب لأشن هجومي. هيا هيا يا سيف الكوبال. بقي 10 ثوان. يا ماتو أسرع. ثلاثة، 2، 1، انتهى الوقت.
إنها الخطوة الأولى نحو الحصول على الجائزة. يمكنكما الاعتماد علي. يا ماتو، ها؟ لقد اختطفوا برو. ها؟ يا إلهي، لما أحضروني إلى هنا؟ لا تقلق. أنت من دعوتنا إلى العشاء، ولكن من أنت؟ وجاهل أيضا. كما تريد. اسمع جيدا أيها الفتى، أنا أعرف القوة التي تخفيها وراء شخصيتك الضعيفة هذه. لا تنكر يا برو، فابنتي كارات أخبرتني بكل شيء عنك، ولأنني في حاجة ماسة إلى هذه القوة التي تخفيها لجأت إلى اختطافك. سيقضي جهاز السلك الكهربائي هذا على الضعف الذي تدعيه، وعندما أنتهي من ذلك سأسمح لك بأن تنضم إلى مرافقة ابنتي، وأترك لك مهمة العناية بالعنفات الكهربائية. لن يعود هناك أصدقاء أو لعبة بدمام بعد اليوم. صدقيني، لم أكن أقصد أن أجرح مشاعرك. سامحيني، كنت أود أن أكسب ثقتك. سيد برو، أرجو لك السعادة. برو، ها؟ أني سكرات، لدي خبر سار لك. ها؟ أرجوكم، يجب أن نذهب لإنقاذه. هيا، ستبدأ الجولة الثانية من النزال أيها اللاعب يا ماتو. حسناً، تابع النزال، وسنذهب نحن الآن لإنقاذه. أنت أملنا الوحيد يا ياماتو، فلا تخذلنا أرجوك. لا تخاف أبداً، المهم الآن أن تنقذ برو. اطمئن، سننقذه. كن حذراً يا عزيزي ياماتو. حاضر. أما الآن فلنبدأ الجولة الثانية. إن كنتما مستعدين فهيا ابدأ النزال حالاً. قتال البيضة. لم تصب. لقد نفدت الكرة مني. الآن هيا انطلقي. لقد فقدت قوتي ولم أعد قادرا على القتال كالسابق. ما الذي أصابني؟ ألم تعلم سبب تراجعك في القتال بعد أيها اللاعب البطل؟ كنت تقاتل بقوة عندما كان أصدقاؤك يلتفون من حولك يشجعونك، فالمرء يشعر بالقوة عندما يحيط به الناس الذين يشجعونه، ولكنك لم تلحظ الفرق لأنك لم تكن تلعب قبل الآن من دونهم. كلامك غير صحيح. أحضرنا جهاز الصرخ الكهربائي كما أمرت يا سيد كاتان. هذا جيد، وأخيراً جاء اليوم الذي انتظرته منذ زمن بعيد. ما به، مضت ساعات عدة ولم ينطق بأي كلمة. لا تنام. أنا آسف. أصمت، وإياك أن تتفوه بأي كلام تافه بعد الآن. هل فهمت؟ لا أريد أن أفقد عقلي. حسناً، ولكن من أنا؟ كن مستعداً لأن أقضي عليك أيها الضعيف، فأنا أحتاج إلى ذلك البطل القوي الذي تخفيه بداخلك، فهمت؟ بقي 10 ثوان. انتهى وقت اللعب. الفائز في الجولة الثانية هو إنجيو. ما الذي أصابك؟ قل شيئاً يا ماتو. وصل يا ماتو الذي كان يحقق الانتصارات دائماً إلى نقطة خسر فيها بسبب فقده لمساندة أصدقائه. ماذا ينتظر برو يا ترى؟ وهل سينجح كاتار في تنفيذ خطته؟ يا ماتو، لم أكن أقصد إيذائك، أفق أرجوك، أفق يا ماتو، أفق. هل سيتمكن يا ماتو من القتال مرة ثانية؟ نحن قادرون على يا ماتو. لن تغادر قصري بعد الآن، لن تغادر، هل فهمت ما قلت؟ ماذا؟ أتظن أنك ستبعدني عن أصدقائي؟ أسرع يا برو.
لن تهرب أبدا من هذا القصر. أين أنتم؟ لم تركتموني وحدي؟ لن أسمح لأحد بأن يغير برو الطيب النبيل. هل نسيتموني يا أصدقاء؟ لا 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 تقلق يا ياماتو، نحن قادمون لمساندتك. أصدقائي تابعونا في الحلقة القادمة وعنوانها نهاية المعاناة.